عبالكم تحضروا فطيرة الدجاج، شو رأيكم؟ سخنا الزيت وحنقلي عليه بصلة، عم نعمل فطيرة الدجاج أنا ومحمود. بعد ما تشوحت البصلة رح شوحي عليها قطع صدور الدجاج. هرش عليها عندي هون خلطة ملح مع أعشاب بنحط عليها. قبضت عليهم سبانخ مقطع مسلوق ومعصور منيح، رح قلبهم. هلا اضفت حبق او ريحان اخضر كمان رح قلب. هلا ضلني عم قلبهم لحتى جرب انه ينشفوا على الاخر. رح اضيف عليهم علبه سكر مقطع وكمان رح قلب على النار. حطيت رشه طحين، رشه الطحين رح تخلي كل السوائل تكمش مشان ما تطلع الحشوه برات العجينه. بعد ما نشفت رح اضيف عليها كريمه طبخ ما بكثير، ورح اخلطها لتصير متجانسة كلها مع بعضها، وبرفعها عن النار وبتركها لحتى تبرد. ما فينا نحشي العجينة فيها إذا كانت سخنة بتتخزق العجينة، فهلأ رح ننطرها لحتى تبرد على الآخر. بعد ما بردت الحشوة بنفرد عجينة البوف بيستري وبنحط بقلبها كمية من الحشوة وعليها شوية جبنة وبنسكرها بهالطريقة. هيك بنكبس عليها لحتى ما تطلع الحشوة لبرا وقت الخبز. هلا بعد ما طبقتهم كلهم عندي كريمة الطبخ رح ادهن فيها العجينة. فيكم تدهنوها ببيضة مخفوقة وفيكم تدهنوها بالكريمة. اوكي، هلا بعد ما دهنتهم فيكم تحطوا على وجه سمسم، حبة البركة، اي شيء انتم بتحبوه. هلا حاخدها على فرن حامل رف بالوسط، النار بس من تحت على 200، وبياخدوا تقريبا 10 دقايق وهيك بيطلعوا من الفرن. ولا اروع من هيك ريحتهم وشكلهم. صحتين. مرحبا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفه اللي قدمت لكم اياها. هلا صار دوركم، كل شخص منكم يطبخ الريسبي اللي بحبها، يصورها ويحطها على الانستغرام مع هاشتاج سوا احلى، وبالمقابل بريل رح تقدم مقابل كل صوره مع الهاشتاج وجبه لشخص